اوكي نبلش بسكشن 13.4 curvature and normal vectors of a curve. هلا بأول تعريف راح نتعلم إذا في عندنا كيرف، يعني إذا في عندنا جسيم ماشي على ماشي بالسبيس حسب الكيرف S. هلا المحاضرة اللي فاتت تعلمنا كيف عند أي نقطة أقدر أطلع التانجنت، عند أي نقطة على الكيرف أقدر أطلع المماس اللي هو التانجنت فيكتور لهذا الجسيم، قديش بيكون في عندنا طبعا. والتانجنت فيكتور تعلمنا انه بعطيك الفورورد دايركشن، بعطيك ليش اتجاه الحركه. هلا بدنا نتعلم ديفينيشن عندنا هون كيف نطلع الكيرفتشر لهذا الكيرف. الكيرفتشر يعني قديش في عندنا قديش في انحناء في الكيرف، وبالتالي القانون تاع الكيرفتشر هو عباره عن ايش؟ عن مشتقه التانجنت بالنسبه ل البارامتر arc length S، وبناخذ اللينك لإله. عشان نتذكر شو هو التانجنت، طبعا التانجنت فيكتور T من المحاضرة اللي فاتت، التانجنت فيكتور هو عبارة عن يونت فيكتور عبارة عن V على اللينك ل V. يونت فيكتور بعطيك اتجاه الحركة. اوكي هلا عشان اطلع قديش في عندي انحناء في الكيرف اللي الجسيم ماشي عليه، القانون له هو عبارة عن اللينك ل دي تي بالنسبة ل S. ولكن بهاي الصورة القانون الكيرفتشر بهاي الصورة مش سهل اطلعه، عشان هيك بدي احاول الاقي فورم ثاني للكيرفتشر بحيث يكون سهل علي اني اطلع. فشو بعمل؟ اذا زي ما حكينا هنا T هي عبارة عن unit vector واللينك لإله constant اللي هو وحدة واحدة. هيو من هون إذا بتاخذ اللينك للطرفين ساعتها بطلع الباص نفس المقام. و ليش الكيرفتشر هو عبارة عن مشتقة التانجنت بالنسبة لإس؟ لأنه التانجنت بعطيك إيش؟ التانجنت عند أي نقطة بتغير اتجاهه، وبالتالي إذا بدك تشوف قديش الكيرف في انحناء بدك تشتق التانجنت بالنسبة للكيرف S. بالنسبة ايش هي S؟ S هي الارك لينث بارامتر. هلا شو بيجي بعمل؟ هاي الكيرفتشر K، هاي القانون لإله. بقدر اروح اكتب هلا dt بالنسبة ل ds بهاي الصورة. اوكي هلا هي عبارة عن مشتقة التانجنت بالنسبة لتي في دي تي دي اس، يعني ولا شيء بفرق، بتقدر تشطب هذول مع بعض وترجع نرجع محل ما بقينا. هلا ولكن شو بستفيد هلا؟ انا بعرف انه الماجنتيود لاي بي هو عبارة عن الماجنتيود لاي مضروب في ايش؟ في الماجنتيود لبي. وبالتالي بوزع هلا زي ما انتم شايفين هنا، وزعت الماجنتيود للاولاني لحاله مضروب في الماجنتيود لمين؟ للثاني. هلا حسب القانون زي ما انتم شايفين، هاي الاولاني الماجنتيود لتي تي بالنسبه لتي تي، هيها التانجنت بالنسبه لتي تي مثل ما هي. الماجنتيود للثاني بحطه في المقام، فبصير ايش؟ بصير دي تي على دي اس. اوكي هلا الكيرفتشر زي ما اتفقنا القانون تبعه مشتقة التانجنت بالنسبة للارك لينث بارامتر S، بدنا ناخذ الماجنتيود لإله. ووزعنا الاشتقاق، وبعدها وزعنا الماجنتيود. سهل انك تطلع وتشوف. هلا اخذنا المحاضرة اللي فاتت اذا بتتذكروا، بدي اعمل لك شير لإشي. المحاضرة اللي فاتت يا جماعة اتفقنا انه الارك لينث بارامتر S of T اللي بتتذكروا هو عبارة عن تكامل من T0 للبارامتر T في اللينث للفيكتور V dT اللي بتتذكروا. طبعا طلعنا طول الكيرف كلياتها، كان طول الكيرف L بيساوي تكامل من A ل B. كيف نطلع طول الكيرف اللي الجسيم ماشي عليه؟
ولكن الارك لينث بارامتر بعطيك اياه بدلاله تي، وين بدك توقف بحسب لك طول الكيرف لحد هناك. هلا من هاي المعلومات تقدر تستنتج انه لو اشتقينا الطرفين دي اس شو راح يطلع معك؟ التكامل بروح بظل عندك الماجنتيود لفي دي تي، صح؟ معناته بنقدر نستنتج هلا انه دي اس على دي تي هذا شو بيساوي؟ بيساوي الماجنتيود لفي. هاي علاقة مهمة. هلا من هاي العلاقة شو بقدر اعمل هلا؟ من هاي العلاقة بقدر اروح اعوض محل دي اس على دي تي، احط محل ايش؟ الماجنتيود لفي، وهذا اللي ايش؟ راح نشوفه هلا هون. هاي هلا شايفين كيف؟ هيو دي اس على دي تي، محل دي اس على دي تي بحط الماجنتيود لفي، ولا اشي بفرق. معناته لما بناخذ الماجنتيود للطرفين بضل نفس الاشي، ولا اشي بتغير. اوكي هلا هاي جاهزه، بضل عندك ايش هلا؟ دي تي الماجنتيود للتانجنت بضل مثل ما هو. اذا هلا صار حساباتنا صار سهل. ليش؟ لانه الكيرفتشر طلعوا، الكيرفتشر بكى بالاول مكتوب بدلاله اس، بدلاله اس شوي صعب انك تطلعه، مش مستحيل ولكن صعب. لما اي شيء بيكون مكتوب بالنسبه لاس صعب تكتبه، صعب تطلع. ولكن انا حولت هلا من دلاله اس لايش صار بالاخر؟ صار بالاخر كل شيء بدلاله تي، لانه انا بكون معطيك مثلا البوزيشن فيكتور ار تشتقه بتطلع في، بتاخذ الماجنتيود بصير هاي جاهزه معروفه. بعدين ايش بروح بطلع التانجنت، هاي القانون تبع التانجنت قدامك شايفين كيف هيو، بس تطلع التانجنت تشتقه بتاخذ الماجنتيود، وبالتالي بقدر اطلع قديش في عندنا التواء بالكيرف. فهذا القانون تبع الكيرفتشر مهم تتذكره انه هو عباره عن ايش؟ الماجنتيود لمشتقة التانجنت على الماجنتيود لمشتقة البوزيشن فيكتور اللي هو الفيلوسيتي في. هلا بهي الصوره بصير عندنا ايش؟ بشكل عام الكيرفتشر بقدر اكتبه بهي الصوره زي ما اشتقناه مع بعض قبل شوي. و كلياتنا بنعرف انه التانجنت هو عباره عن ايش؟ زي ما كتبت لك قبل شوي فوق، هو عباره عن في على اللينكس لفي وهو يونت فيكتور. اذا لو بدنا نتاكد نشوف شغلنا صح ولا لا، شو رايكم بالبوزيشن فيكتور ار اللي بيساوي تي سي 1 زائد سي 2؟ بدي ارجع بس هيك على النوتس هون واعمل كلير اول. شوفوا علي، كلكم بتعرفوا واي تساوي اي اكس زائد في، هاي معادله خط مستقيم لاين، صح؟ هاي ايش؟ لاين. فمثلا لو اخذت واي بيساوي مثلا اكس زائد 2، كيف ترسمها؟ هاي نفس رسمة y بيساوي x بس بدها تطلع لفوق 2، وبالتالي هاي رسمة ايش؟ هاي هون 2 y هون ناقص 2 وهاي y بيساوي x زائد 2، خط مستقيم الميل لإله واحد. طب سؤال، ما دام هذا خط مستقيم، ما دام y بيساوي x زائد 2 خط مستقيم، هل في التواء؟ ما في التواء، المفروض يطلع الكيرفتشر لإله زيرو. كيرفتشر يعني كديش في التواء، يعني على فرض انه عندنا، على فرض ان الجسيم تبعنا ماشي على اللاين اللي شايفينه، اي جسيم ماشي على لاين، هذا اللاين فيش فيه التواء، لازم يطلع فيه الالتواء صفر، الكيرفتشر لازم يطلع فيه ايش؟ صفر. فنفس الحاجه هلا اذا بدي اروح انا اعطيك مثلا جسيم ماشي مثلا بهي الصوره حسب البوزيشن فيكتور ار اوف تي تساوي مثلا مثلا كونستانت سي 1 كونستانت فيكتور في تي كويس زائد سي 2. طلع هاي المعادله، معادله ايش؟ معادله خط مستقيم. هاي هي الموجوده هون، شايفين كيف هي؟ هاي على فرض انه في عندنا جسيم مثلا ماشي على ستريت لاين، ستريت لاين R of t تساوي هاي عندك رقم مضروب يعني constant vector c1 مضروب في البارامتر t plus constant ثاني اسمه c2. So this is a line في space. إذا بتلاحظوا هاي اللاين هيك بكون ماشي هيك شكله. وبالتالي المفروض يطلع معنا ايش؟ المفروض لو انطلب منك الكيرفتشر اللي هو الالتواء بهذا اللاين المفروض يطلع ايش؟ زيرو. هلا عشان نطلع الكيرفتشر بنطبق تطبيق مباشر مين؟ على القانون. أول حاجة بدك تروح تطلع v. عشان اطلع v بشتق البوزيشن فيكتور، لما تشتق البوزيشن فيكتور الكونستانت سي 2 مشتقته زيرو فيكتور و تي سي 1 مشتقتها بس سي 1، اوكي اشتقاق عادي.
فطلعت الفيكتور في. هلا مطلوب منك تطلع ايش الماجنيتيود له، اللينك له. وبالتالي اي كونستانت فيكتور، اي كونستانت فيكتور لما تاخذ له الماجنيتيود، يعني بدك تاخذ الماجنيتيود للكونستانت فيكتور بتطلع في الاخر معك رقم ثابت. فمثلا على فرض ان الفيكتور سي 1 مثلا يساوي 2 اي مثلا ناقص 3 جي، فشو بطلع معك اللينك لسي 1؟ طلع معك رقم، لان هذا كونستانت فيكتور. رح يطلع معك مثلا 4 زائد 9 ويساوي جذر 13. اذا هذا رقم جذر 13، اذا هو كونستانت. اللينك لسي 1 هو كونستانت. اوكي، معناته لما بدك تروح تطلع هلا عشان اطلع مشتقة التانجنت، لازم اولا اروح اطلع التانجنت. فشو قانون التانجنت؟ روح جيب الفيكتور في وقسمه على اللينك له. اوكي، هاي الفيكتور في تبعنا سي 1 بدك تقسم ايش على الكونستانت اللي هو اللينك لسي 1. فلما تاخذ الفيكتور سي 1 وتقسمه على اللينك له بضل معك كونستانت فيكتور. هيو التانجنت، يعني على فرض انه هون عندك مثلا، على فرض انه عندك مثلا هون بدك تروح تطلع التانجنت، على فرض هاي التانجنت، التانجنت بيطلع معك مثلا ما هو نفسه عندك، انت عندك في هي نفسها سي 1، معناته بيطلع معك سي 1 الفيكتور سي 1 على اللينك له. وبالتالي انا سي 1 هي موجود عندي 2 اي ناقص 3 جي بقسمها 13 وبيطلع معك 1 على جذر 13 مضروب في ايش؟ في 2 اي. طبعا هذا مثال يعني عشان تعرفوا بس، 2 اي ناقص 3 جي. اوكي، هاي طلعنا ايش؟ هاي طلعنا التانجنت فيكتور تي. اوكي، معناتها هلا بلزمنا شو نعمل؟ بلزمنا نروح نعمل له اشتقاق، بلزمنا نروح نعمل اشتقاق للتانجنت فيكتور، لانه هيو بلزمني هون انا ايش؟ اروح اشتق زي ما انتم شايفين. فلما تيجي تشتق التي، ما هو اصلا التانجنت زي ما انتم شايفين كونستانت فيكتور، وبالتالي دي تي لما تشتق بالنسبة للتي راح يطلع معك ايش؟ كلياته هذه كونستانت، هذا كلياته كونستانت كلياته، وبالتالي راح يطلع معك زيرو، بس ايش؟ زيرو فيكتور. هلا بعد ما يطلع معك زيرو فيكتور بده ياخذ اللينك له، اذا بصير عندك اللينك ل دي تي على دي تي. شو اللينك للزيرو فيكتور؟ الزيرو العادي، الجذر التربيعي للصفر التربيعي بيطلع صفر. اوكي، ما دام طلع معك المشتق اللينك له صفر، هي زي ما انتم شايفين هون هي اللينك صفر حسب القاعده اللي عندنا اللي منطبق عليها. شو قانون الكيرفتشر هو اصلا؟ هيو بدك تحط هلا هون صفر وتقسم، يعني تضرب الصفر في واحد على اللينك لفي. انا عندي اللينك لفي ايش؟ 13. فبدك تضرب هون واحد على 13، بدك تحط محل هاي مثلا جذر 13 وتضرب في الصفر، شو بيطلع الجواب في الاخر؟ صفر، اللي هو الكيرفتشر. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني انه الخط المستقيم الالتواء فيه بيساوي صفر. اذا الكل متابع معي وفاهم، نضغط الرقم 1. اوكي، ناخذ كمان مثال كيف نطلع الكيرفتشر. هي كمان مثال، على فرض انه معطيك انا البوزيشن فيكتور، مثلا معطيك انا البوزيشن فيكتور التالي r of t بيساوي ln secant اتجاه i plus tj، وحكي لك وين t ساكنه في هاي الفتره، وقايل لك طلع لي التانجنت فيكتور t، وايضا طلع لي الكيرفتشر قديش في التواء في الكيرف اللي الجسيم ماشي عليه. اوكي، بدك تطبق على القاعده اللي اشتغلنا فيها قبل شوي. اول حاجه بدك تروح تطلع التانجنت، معناته بدك تطلع في، في بدك تشتق ار، اشتق شو مشتق اللين سيكنت، شو مشتقة اللين سيكنت؟ مشتقة اللين المقام ما بتتغيرش، بعدين شو بشتق المقام في البسط؟ مشتقة السيكنت هي سيكنت تان، والتي مشتقتها واحد زي ما انتم شايفين. هلا السيكنت هون بتشطب مع البسط، بشطب مع المقام، بضل تان باتجاه اي بلس جي، سو ذيس از الفيكتور في. هلا بدي اطلع الماجنيتيود له، باخذ الجذر التربيعي
للكومبوننتس تربيع، 2 تربيع زائد 1 تربيع. وكلياتنا بنعرف المتطابقه، 1 زائد 2 تربيع هي عباره عن سيكنت تربيع، لما ناخذ الجذر بصير قيمه مطلقه للسيكنت. ولكن هنا تي ساكنه وين؟ ساكنه في الربع الرابع والربع الاول. طلع كيف؟ احنا بنحكي عن زوايا هون من سالب باي على 2، هي الزاويه عندنا هون من سالب، لحظه شوي، من سالب باي على 2 لعند باي على 2، هاي هي ايش؟ قيمه تي. فهي الحاله بيكون عندك الكوساين موجب، هون الكوساين موجب وهون الكوساين موجب. وايضا لانه السيكنت شو بيساوي السيكنت؟ السيكنت للتي هو عباره عن 1 على الكوساين، وبالتالي بيحمل نفس الاشاره. عشان هيك ما بلزم قيمه مطلقه، فبنكتفي بالسيكنت لحاله، لانه لما تي تقبل ساكنه من ناقص باي على 2 في الربع الرابع، يعني لباي على 2 للربع الاول، اي زاويه في الربع الرابع والربع الاول بيكون عندك الكوساين موجب، وبالتالي مقلوبه ايضا اللي هو السيكنت بيكون موجب، فما فيش داعي للقيمه المطلقه. اوكي، معناته طلعنا الفيكتور في وطلعنا الماجنتيود لإله، بقسم في على الماجنتيود لإله بعطيك اليونت فيكتور اللي هو اسم التانجنت. فزي ما انتم شايفين هاي الماجنتيود اسمه سيكنت، بنقسم كل شيء على سيكنت هلا، وبجيب الفيكتور في اللي هو هي هون تعويض مباشر، وبنقسم كل شيء على السيكنت. فاحنا عندنا لما قسم التان على السيكنت، يعني لما تقسم 1 على السيكنت، اتفقنا احنا السيكنت شو بيساوي؟ 1 على الكوساين. معناته لما نقلب السيكنت بيصفي كوساين لحاله، بنقلبه، فكانك بدك تضرب الفيكتور اللي هون كلياته في الكوساين، بس ما هي التان ساين على كوساين، بروح الكوساين مع الكوساين بضل عندك الساين لحاله باتجاه اي زائد ايش؟ الكوساين باتجاه جي. So this is the vector t اللي هو التانجنت. تذكروا انه التانجنت هو عباره عن يونت فيكتور، وبالتالي تقدر تستنتج ذلك انك اذا بتاخذ اذا بتاخذ مثلا الماجنتيود لتي راح تكتشف هيو الماجنتيود لتي تانجنت شو راح يطلع معك؟ الجذر التربيعي، لا هي ساين تربيع زائد كوساين تربيع، ساين تربيع زائد كوساين تربيع للتي، وهي جوابها كلياتها قديش؟ 1. اذا هو بالفعل يونت فيكتور. فدائما اي شيء بيطلع اي تانجنت فيكتور وانت تشتغل طلع معك اللينك له مش 1، بيكون حلك في خطا. اوكي، سو انا طلعت المطلوب الاول من السؤال اللي هو عباره عن ايش؟ التانجنت. هلا بدي اروح اطلع الكيرفتشر، عشان اطلع الكيرفتشر لازم اروح اشتق التانجنت. اوكي، هلا بس نطلع التانجنت زي ما انتم شايفين هيو طلعناه، بروح بشتقه هلا اشتقاق عادي، هي اشتقينا التانجنت، اشتقت الساين كوساين، واشتقت الكوساين سالب ساين. بس نشتق بدنا ناخذ الماجنتيود، فبناخذ الماجنتيود قبل شوي طلعته، بيطلع الجواب 1 اللي هو كوساين تربيع زائد ساين تربيع، جوابها 1. معنات الكيرفتشر، قانون الكيرفتشر هيو الماجنتيود بالنسبة لإلي بحط محل 1 زي ما انتم شايفين، و1 على اللينك الذي كلياتنا بنعرف انه الماجنتيود لفي هي عبارة عن السيكنت لتي، طلعناها قبل شوي هيها سيكنت لتي اللي هي عبارة عن الماجنتيود لفي، فبطلع الجواب بالاخر كوساين تي. إذا الكيرفتشر اللي هو الميلان في الكيرف اللي الجسيم ماشي عليه بتبع حركة ايش؟ كوساين تي. إذا الكل متابع معي وفاهم نضغط الرقم 2. أوكي، جميل جدا. هلا بدنا نعرف يا جماعة كمان يونت فيكتور اسمه principal unit normal اللي هو الفيكتور N. طبعا هذا الفيكتور N يا جماعة بيكون عمودي على التانجنت، و من خلال الرسم هون زي ما انتم شايفين
شو وظيفة M؟ طلع على فرض انه في عندنا جسيم ماشي في السبيس على الكيرف S. هلا عند النقطة دي واحد هون نقدر نطلع التانجنت اللي هو ايش؟ بعطيك اتجاه الحركة المباشر forward direction، بعطيك التانجنت. عند النقطة B2 ايضا بقدر اطلع التانجنت اللي هي الفورورد دايركشن، اتجاه الحركة على السريع. هلا عند اي نقطة بقدر ايضا اروح اطلع البرنسبل نورمال فيكتور. البرنسبل نورمال فيكتور، هذا البرنسبل نورمال فيكتور ايضا هو يونت فيكتور، وبالتالي اللينك له وحدة واحدة. السؤال شو وظيفة اليونت برنسبل فيكتور ام؟ ايضا بحدد لك اتجاه الحركة. ولسه كمان راح اعرف لك كمان فيكتور ايضا له علاقة باتجاه الحركة. ليش؟ شوفوا علي، التانجنت، التانجنت عند اي نقطة بعطيك اتجاه الحركة، كويس؟ الاتجاه هل هو للامام او للخلف مثلا. اما النورمال بحكي لك مثلا بدك تطلع لفوق ولا تنزل لتحت، يعني هتروح على اليمين ولا على الشمال. كيف يعني؟ يعني عند، طلع عند هاي النقطة عند B1 اذا كان النورمال لتحت معناته انت بصير عندك مؤشر انه الكيرف اللي بالاحمر بعد شوي راح ياخذ على اليمين. هيو شايفين كيف؟ هي اخذ على اليمين هون. هلا عند النقطة B2 يعني قصدي يعني ينزل لتحت. هلا عند النقطة B2 اذا كان النورمال بهذا الاتجاه لفوق معناته الكيرف راح يطلع. هلا شايفين كيف؟ الكيرف راح يطلع. يعني باختصار عند اي نقطة اذا بترسم التانجنت وبترسم النورمال انت حصرت الكيرف راح يجي بينهم، كويس؟ ولا يمكن يجي الكيرف، ولا يمكن يطلع الكيرف من هون، ولا يمكن يطلع الكيرف هيك، خطأ. اذا شو وظيفة النورمال؟ ايضا النورمال بسموه بيحدد التندنسيتي موشن لحركة الجسيم. كيف يعني؟ اذا بتلاحظوا هون النورمال فيكتور، سوري، هون النورمال فيكتور بحكي لك انه بعد شوي الكيرف راح ينزل لتحت. هون النورمال فيكتور بحكي لك بعد شوي الكيرف راح يطلع لفوق، بالفعل طلع لفوق. وبالتالي اذا بتلاحظ دائما الكيرف بيكون يعني محصور بين التانجنت والنورمال، بيجي بالوسط بينهم. ف حركه الجسيم بقدر احددها بالتو فيكتورز تي وان، ولسه كمان في فيكتور رح نتعلمها كمان شوي. اذا اللي بدي اياك تعرفه هلا التانجنت عرفنا كيف نطلعه اللي هو الفيكتور في على اللينكس له. هلا الفيكتور ان ايضا بحكي لك انه بعد شوي الكيرف بدي ياخذ على اليمين ولا على الشمال. فمثلا هون رح ياخذ على اليمين، هي نزل لتحت مثلا. هون هلا رح يطلع فوق على الشمال. وبالتالي عند اي نقطه بيكون الكيرف الاحمر موجود بين التانجنت والنورمال. وهي الرسم كلياتها بيكونوا مرسومين في نفس البلين، يعني التانجنت والنورمال في نفس البلين. هو النورمال عمودي على التانجنت زي ما انتم شايفين، عموديات على بعض بس مرسومات في نفس البلين. يعني تخيل كانه احنا بنحكي عن اكس واي بلين، مرسومات في نفس البلين. كمان شوي بروح برسم لكم فيكتور بيكون عمودي عليهم اثنين، يعني بيكون عند النقطه بي جاي عليك وطالع لفوق او داخل لجوا في الشاشه. فبصير هيك نحكي عن 3 دايمنشن. وخلينا نشوف مع بعض كيف التعريف للبرنسبل يونت نورمال فيكتور عند اي نقطه. دير بالك بحكي لك لازم عند هاي النقطه يكون الكيرفتشر لا يساوي صفر، بمعنى انه انا ما بحكي عن حركه باتجاه خط مستقيم، انا بحكي لحركه لكيرف. ليش؟ لانه تعريف اليونت برنسبل نورمال فيكتور هو عبارة عن واحد على كي، وعشان هيك الكي الكيرفتشر ممنوع يصفر لأنه بصير في المقام. فهو باختصار هو عبارة عن إيش؟ عن واحد على الكيرفتشر مضروب في إيش؟ في مشتقة التانجنت بالنسبة للارك لينكث بارامتر اللي هو S. هلأ زي ما انتم شايفين هون إنه اليونت برنسبل نورمال فيكتور مكتوب في الاخر في النهايه بدلاله شو؟ الارك لينكث بارامتر اس. وبالتالي بهي الصوره صعب شوي اروح اطلع احسبه. اوكي، في عندنا حدا هون شكله في حدا بدي يسال. طبعا اوكي ممكن نفتح باب السؤال، لحظه شوي بس.
اوكي. هلا السؤال، كيف اطلع النورمال اليونت نورمال فيكتور ان؟ تعريف له هو عبارة عن، طلع ان الفيكتور اليونت برنسبل ان هو عبارة عن مالتيبل اوف مشتقة التانجنت بالنسبة لاس. شو معنى هذا الكلام؟ معناته هذا الفيكتور اللي هون والفيكتور ان في نفس الاتجاه، معناته اثنين هما في نفس الاتجاه، الزاوية بينهم يا اما صفر يا اما الزاوية بينهم مثلا 180، لانك انت ماخذ رقم وضاربه في مشتقة تي بالنسبة لاس. اوكي، بس بهي الصورة انا مطلوب كل شيء معي بدلالة اس، فبدي احاول اكد بدلالة تي. فشو بعمل؟ زي ما انتم شايفين هي الكمية هي جبتها هون، بعدين رحت على الكيرفتشر. كلنا بنعرف شو القانون تبع الكيرفتشر، اللي هو عبارة عن الماجنتيود لايش؟ مشتقة تي بالنسبة لاس. هيو هون هي الكيرفتشر تبعنا، هو عبارة عن الماجنتيود ل مشتقة تي بالنسبة لاس، بيجي بحطها هون. هاي التفاصيل مهمة جدا يا جماعة وبتساعد الطالب في الفهم. يعني أنا بإمكاني أحكي لك اسمع خذ هاي النورمال، هاي القانون تبعه، يلا طبق قانون إلزام بلا حل. نو بس بنفهم مع بعض منين أجا هاي القانون. هلا جيت محل الكيرفتشر حطيت القيمة لإله، وهاي مشتقة دي بالنسبة لاس ما صرتهاش، هيها. بعدين شو عملت؟ رحت على البسط، حكيت انه مشتقة تي بالنسبة لاس هي عبارة عن مشتقة تي بالنسبة لسمول تي ومشتقة سمول تي بالنسبة لاس، لانه بامكانك تشطب هاي محاي ترجع محلك هون. وزي ما عملت فوق بعمل تحت نفس الحاجة، هاي عملت تحت نفس الحاجة محل دي تي على دي اس. اوكي، بعدين شو بسوي هلا؟ بيجي بعمل كالتالي. هلا دي تي على دي اس شايفينها في البسط، لما تهودها على المقام بقلبها بتصير دي اس على دي تي. كويس. هلا ايضا هاي دي تي على دي اس هاي موجوده في المقام، لما اهودها كمان مقام تحت بتصير بقلبها بتصير دي اس على دي تي. طبعا هون الماجنتيود كل واحد باخذ ماجنتيود، هاي الاول اخذ ماجنتيود وهي الثاني اخذ ماجنتيود وهود تحت. وليش يهود تحت؟ لازم نقلب الكميه. فبتوقع الجميع متابع معي. فصف عندك ايش هلا؟ صف عندك في الباص دي تي كابيتال تي على كابيتال سمول هيها، وعلى الماجنتيود لإلها هيها موجود هون. كويس؟ هلا بعدها بدي اشوف قديش الكمية هاي بتصفي اللي عندي هون، واحد في الباص سيبك منه، شوف لي دي اس على دي تي شو بتساوي؟ خلينا نتذكر مع بعض يا جماعة انه شو تعريف الارك لينك بارامتر المرة المحاضرة اللي فاتت، هيو تكامل من تي 0 لتي في الفيكتور في. هلا لما نشتق الطرفين طلع هيو اشتق، معناته دي اس لما نشتق الطرفين دي اس راح تطلع معك الماجنتيود لفي دي تي، معناته دي اس على دي تي بعطيك الجواب في. هيو ما حدش عنده شك في هذا الموضوع. معناته هلا محل دي اس على دي تي فوق بدي احط الماجنتيود لفي، وتحت بدي اخذ الماجنتيود كمان مره، بس ما هي الماجنتيود هون رقم، لما تاخذ الماجنتيود كمان مره بطلع معك نفس الرقم، عشان هيك هاي الكميه كلها واحد كلياتها نفس اللي فوق واللي تحت نفس الشيء. هيو خذ 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 الماجنتيود للطرفين، بدك تطلع تاخذ كمان ماجنتيود هون، فبطلع معك نفس الحاجه، بضل زي ما هو الماجنتيود لفي. عشان هيك هاي الكميه وهاي الكميه نفس الحاجه مشطبه مع بعض بصير الجواب واحد، فبطلع معك الكيرفتشر زي ما انتم شايفين هو عباره عن مشتقه التانجنت على اللينك لإله كله بالنسبة لتي، وبالتالي حساباته بصير سهل. عشان هيك يا جماعة سميت النورمال هو يونت. ليش يونت؟ لأنه خذ اللينك لإله، خذ اللينك لإله، ساعتها بدك تأخذ اللينك فوق واللينك تحت، بس اللينك تحت بعطيك نفسه، بظل عندك اللينك فوق اشطب مع بعض طلع الجواب واحد. عشان هيك اسمه إيش؟ يونت فيكتور. إذا اللي بدي إياك تعرفه هلا انه قانون البرنسبل يونت نورمال، يا انك بتكتب بهاي الصوره، وهي الصوره ولا شيء بتفرق عن مين، عن الصوره اللي تحت، ولكن اللي من تحت هاي اسهل للحسابات. ف بقدر انا من خلال هاي القانون اروح اطلع هلا اطبق هون على الاكزامبل تبعنا هون، وبقدر اروح اطلع اللي هو البرنسبل يونت نورمال. ك
كيف اطلعه؟ بدي اروح على التانجنت، هاي التانجنت، مشتق التانجنت، هاي جاهز مشتق التانجنت، ولا شيء بتغير عليه. وبدي اقسم مشتقة التانجنت هيها، بدي اقسمها على ايش؟ هيها بدي اقسمها على اللينك لإلها. قديش اللينك لإلها؟ هيو اللينك لإلها واحد، وبالتالي بتقسم المشتقة على واحد، بيضل كل شيء زي ما هو. فبطلع معك كوساين باتجاه اي ناقص ساين باتجاه جي. هيو كوساين باتجاه اي ماينس ساين باتجاه جي. يعني هون انا حعمل لك ريمارك انه اذا بترجع لاكزامبل الفكامي بدك تطلع اليونت برنسبل نورمال فيكتور، راح يطلع معك نفس الحاجه، نفس الايش، نفس مشتقه التانجنت في هذا المثال، لانه اللينك لمشتقه التانجنت هي واحد. هلا في عندنا ملاحظات هون. اول ملاحظه انه النورمال دائما عمودي على التانجنت، النورمال عمودي على التانجنت، ومدام عموديات على بعض الزاويه بينهم 90، مدام الزاويه 90 بينهم معناته الدوت برودكت لهم صفر. تتذكروا قانون الدوت برودكت انه يو دوت في، شو القانون لها؟ اللينك للاول في اللينك للثاني في جهه الزاويه المحصوره، في جهه الزاويه المحصوره. فمثلا اذا في عندك هاي يو وعندك هاي في وهي الزاويه المحصوره، الدوت برودكت لهم هو عباره عن اللينك الاول في اللينك الثاني في كوساين ثيتا. هلا ما دام اثنين عمودين على بعض معناته الزاويه ايش؟ الزاويه ثيتا 90، وبالتالي بيطلع الدوت برودكت لهم قد ايش؟ زيرو. وزي ما حكيت لك انه شو وظيفه اليونت برنسبل ان؟ بعطيك ايش؟ الدايركشن ايضا بنسميها التندنسي الموشن. انه زي ما حكيت انه لما يكون ما هون النورمال لتحت معناته كمان شوي الكيرف راح ينزل. لهون لفوق معناته الكيرف راح يطلع and so on، ولكن في نفس البلين. فهيك يا جماعه عرفنا احنا اليونت برنسبل نورمال فيكتور، واعطينا القانون السهل، وسهل انك يعني في المثال اللي فوق حلينا، وطلعنا كمان في المثال اللي هون قدرت اطلع ايش بسهوله كيف نطلع اليونت برنسبل نورمال فيكتور. ف واضح يعني. هلا بضل الموضوع مهم اللي هو ايش؟ سيركل اوف كيرفتشر فور بلان كيرفز. كيف يعني؟ هلا قبل ما ادخل في هذا الموضوع بدي اروح انا وياكم على اعمل شغله معينه هون. طلع اي بوزيشن فيكتور ار اوف تي، اتفقنا بدل اكتب هاي الصوره اف اوف تي باتجاه اي زائد مثلا g of t باتجاه y زائد مثلا h of t باتجاه k. كويس. هلا بقدر الكيرف تبعنا، يعني اذا في عندي جسيم، انا مثلا اذا في عندي انا جسيم ماشي على الكيرف s، بقدر هذا الكيرف اعمل له parameterization. كيف اعمل له parameterization؟ بيجي بحكي f of t هي عباره عن x of t، و g of t هي عبارة عن y of t، و h of t هي عبارة عن z of t. وفي هاي الحالة مثلا بحكي t ساكنة في فترة معينة i. إذا أول حاجة بعمل parameterization وبرجع بكمل الشغل تبعي، يعني هون باتجاه i زائد y باتجاه j زائد z باتجاه k. هلا اللي بدي اياك تعرفه إنه لما يكون الجسيم، ركزوا بس معي شوي هلا، لما يقبل جسيم مثلا ماشي عند اي نقطة على كيرف ملتوي، موقع الجسيم على هذا الكيرف بكون صانع سيركل. عند اي نقطة بكون في سيركل، مثلا هون عند هاي النقطة بكون في عنا نسميها سيركل اوف كيرفتشر. عند اي نقطة هون ممكن هاي سيركل شوي اكبر هاي. هلا عند اي نقطة بيكون في عندنا شيء اسمه سيركل اوف كيرفتشر. هاي السيركل بتكون عند هاي النقطة، مثلا إذا هاي النقطة B1، إذا هاي النقطة B1 وهاي B2 وهاي B3 مثلا، بتكون هاي السيركل اوف كيرفتشر لها نفس التانجنت عند النقطة B. صح هون في عندنا التانجنت الأولاني، في عندنا هون T1 تانجنت، هون في عندنا مثلا T2
السيركل هاي بتكون تانجنت على الكيرف اس عند النقطة B1 وB2 B3. وأيضا هون بيكون في عندنا مثلا هون التانجنت زي ما انتم شايفين هون هاي التانجنت رقم 3، بتكون السيركل أيضا إلها نفس التانجنت. أيضا عشان تحدد سيركل شو بالزمك؟ بالزمك نصف قطر. عشان تطلع نصف القطر من هون لهون في عندك نصف القطر اللي هو عبارة عن ايش؟ مثلا R2، هون في عندك R1، هون في عندك ايش؟ R3. فنصف القطر يا جماعة بتقدر تطلع نصف القطر في العلاقة هو عبارة عن 1 على الكيرفتشر. فإذا عرفت نصف القطر يعطيك العافية. هلا أول حاجة شو لازم تعمل؟ عشان تطلع الكيرفتشر السيركل، عشان تطلع السيركل شو لازم تعمل؟ أول حاجة لازم نعمل بارامترايزيشن. بس تعمل بارامترايزيشن على السريع بقدر أروح أطلع الفيكتور V، وبس أطلع الفيكتور V بقدر أروح أطلع الكيرفتشر، بس اطلع الكيرفتشر بقدر اطلع نصف القطر للسيركل. واذا عرفت نصف القطر للسيركل طبعا النقطه عندك هون تقدر تدبرها تضبطها تطلعها، ساعتها انا ايش بقدر اعرف شو معادله الدائره اللي هي بسميها السيركل اوف كيرفتشر. عشان نفهم هذا الموضوع احسن بدي ارجع على الشغل تبعنا هون. اذا هلا هون وظيفتنا نطلع شيء اسمه سيركل اوف كيرفتشر او بنسميها اوشيليتنج سيركل. اوشيليتنج سيركل يعني الجسيم هو ماشي على الكيرف، هاي الكيرف تبعي، اي الجسيم هو ماشي على الكيرف، الجسيم هو ماشي على الكيرف بقبع عامل ايش؟ سيركل اوف كيرفتشر. هلا عشان نطلع هاي سيركل اوف كيرفتشر زي ما حكيت لكم اول حاجه بنعمل بارامترايزيشن للكيرف، لازم اعمل بارامترايزيشن للكيرف، احكي قديش اكس تساوي واي زد، بعدين ايش؟ بطلع الفيكتور في. ليش الفيكتور في؟ عشان اطلع نصف القطر لإله، وبالتالي الرياديوس تبعت الكيرفتشر السيركل اللي هو انا مسميه رو هون او ار، رو او ار هي عباره عن 1 على الكيرفتشر. وبالتالي بقدر اطلع السيركل عند اي نقطه. طبعا الحلو بهي السيركل زي ما حكيت قبل شوي بتكون تانجنت على الكيرف عند النقطه دي بالفعل، وايضا بيكون لها السيم كيرفتشر عند النقطه دي لها نفس الكيرفتشر، وهي بتقبى وين موقعها؟ تبقى جاي جوا الكيرف. اذا بتلاحظوا مثلا طلع كيف الكيرف هون، الكيرف بطنه لجوا، فالدائره السيركل بتجي لجوا، يعني خطا نيجي نرسم السيركل بهي الصوره، خطا. تبقاش هيك السيركل مش موجوده في جوا الكيرف، خطا، هاي خطا. لازم تبقى السيركل موجوده وين؟ جوا الكيرف. فاذا بتلاحظوا كيف انا رسمتها هون، طلعوا كيف؟ مثلا الكيرف هون زي ما انتم شايفين الكيرف، شايفين الكيرف هون البطن تبعه لفوق فبتيجي السيركل لجوا، هون البطن تبعه لتحت فبتيجي السيركل ليش لتحت، هون تيجي لفوق وهكذا. فخلينا ناخذ اكزامبل نشوف من خلاله كيف تطلع الكيرفتشر سيركل او بنسميها الاوشيليتنج سيركل لكيرف معين. فمثلا انا حكي لك في هذا المثال في عندي جسيم ماشي على هاي البارابولا واي بيساوي اكس تربيع. هلا السؤال بيقول لك اعطيني الاوشيليتنج سيركل عند الاوريجن، تمام؟ هلا اول حاجه بدنا نعمل بارامترايزيشن. كيف هلا البارامترايزيشن؟ انت بتقدر تعمل بارامترايزيشن بكثير طرق اذا بتتذكروا من كالكولس 2. هلا احد الطرق هاي انك تعمل اكس تساوي تي، وعشان تطلع العلاقه معك واي تساوي اكس تربيع بتاخذ واي مربع تي، تمام؟ فاذا عندك انت هذا البارامترايزيشن اللي هون تقدر تطلع الكارتيزان ايكويشن. هي الكارتيزان ايكويشن، واي بيساوي اكس تربيع، محل x بتحط t فبتصير y تساوي t تربيع. فهذا احد البارامترايزيشن السهل والمباشر اللي بتقدر تعمله لمين؟ للبارابولا y بيساوي x تربيع. اوكي، هاي رسمه y بيساوي x تربيع، وانا عندي هاي الاوريجن هون. هلا ما دام عرفت x وعرفت y قديش قيمتهم بقدر اعرف الفيكتور، البوزيشن فيكتور زي ما حكيت قبل شوي. شو البوزيشن فيكتور تبعنا؟ هو عباره عن x، سوري، هو عباره عن x باتجاه ال i، y باتجاه ال j، z باتجاه ال k. احنا فش عندنا غير ايش؟ فش عندنا غير ال x وال y، وبالتالي بحط x معامل i، بحط y معامل j، وبالتالي بصير معك البوزيشن فيكتور معروف. اذا عرفنا البوزيشن فيكتور هلا لازم اروح اطلع الكيرفتشر. عشان اطلع الكيرفتشر بروح اطلع اول شيء ايش؟ التانجنت. فبدي اروح اطلع ايش؟ الفيلوسيتي، بشتق اشتقاق عادي هيو، وبلزمك اللينث للفيلوسيتي. هاي بنطلع اللينك تعويض مباشر، 1 زائد 4 تي تربيع. بس نطلع اللينك بروح بعمل ايش؟ بطلع التانجنت اللي هو عباره عن في على اللينك لفي،
فالفيكتور في عندي هيو، وكل قيمة وكل كوفيشنت بقسم على ايش؟ على 1 زائد 4 تي تربيع. فبطلع عندك هذا هو التانجنت اللي هون. هلا بس نطلع التانجنت، الكيرفتشر شو بيساوي الكيرفتشر اذا تتذكروا؟ الكيرفتشر هو عبارة عن مشتقة التانجنت اللينك لإله على اللينك للفيلوسيتي. هلا بدي اروح اطلع مشتقة التانجنت، فعندي هون بدي اشتق. كيف اشتق؟ نتعلم هون على قانون يا بتطلع هاي لفوق بتصير 1 زائد 4 تي تربيع قوة سالب نص، فلما بتشتقها او بتطبق قانون القسمة مباشرة. بدي اشتق هاي بالنسبة لتي يا جماعة، قانون القسمة هي بشتقها، بدي اشتق هاي بالنسبة لتي على قانون القسمة، بطلع معك بهاي الصورة. شوي بتاخذ وقت ولكن هذا الاشتقاق اللي طلع معنا بهذا المثال. هلا انا بدي اطلع الكيرفتشر السيركل عند الاوريجين. هلا عند الاوريجين بدنا نعرف شو نعوض محل تي. هلا السؤال، الاوريجين تبعتنا احنا، الاوريجين تبعتنا بيكون فيها قيمه اكس وقيمه واي 0 0، مزبوط 0 0. هلا السؤال، شو احط محل قيمه تي؟ شو احط محل قيمه تي بحيث تعطيك اكس 0 وتعطيك ايش؟ تعطيك واي 0. هاي اللي بحدد من هون. فواضح انه لازم احط محل قيمة تي كديش؟ تي تساوي 0. فبروح هلا اذا بدك تطلع الاوشيليتنج سيركل عند الاوريجين، معناته بدنا نروح نطلع الكيرفتشر عند الزيرو. فبيجي حسب القانون تبع الكيرفتشر، حسب القانون تبع الكيرفتشر الفيلوسيتي عند الزيرو، فبطلع فوق هاي الفيلوسيتي تبعتي، بعوض وين ما في تي بحط 0. فلما تحط 0 هون بضل عندك بس اي اللينك له، او بتيجي هون مباشره على فكره. هون تعال مباشره، انا بدي اللينك ماني، بعوض بس بعوض الزيرو وخلص. شايفين كيف عوض الزيرو في اللينك هون؟ فبيسفر لك هاي، بضل الجذر الواحد اللي هو 1. هيو تعويض مباشر. هلا بتروح على المشتقه، تروح على المشتقة بتعوض ايش؟ زيرو، واللي بيطلع معك بتاخذ لللينك. فلما تعوض زيرو هون طلع راح يسفر لك كل الاي، هاي بتسفر، وراح يسفر لك كل هاي. لما تحط محل تي 0 بضلش غير عندك هاي، حط هون 0 بيسفر لك، يا بضل في المقام 1، بضل الجواب 2 باتجاه جي. معناته شو الماجنتيود؟ بيطلع معك الماجنتيود ل 2 جي اللي هو عبارة عن ايش؟ جذر الأربعة اللي هو 2. فانا عرفت الكيرفتشر عند الزيرو. لما اعرف الكيرفتشر عند الزيرو طلع معي 2، معناته نص قطر السيركل، الكيرفتشر سيركل اللي هو 1 على كي، يعني نص. ما دام نص طلع علي، انت عند هاي النقطه وبدك تطلع لفوق نص القطر، ما هو بدك تطلع لفوق نص القطر قديش؟ نص القطر نص وحده، فانت لحد هون نص القطر، كويس. فانت عندك الاوريجين 0 0 و نص القطر هو عبارة عن 1. فبتقدر تطلع المركز. هلا شو صار عندك المركز تبع السيركل؟ صف عندك المركز تبع السيركل اللي هو 0.5. اوكي السؤال، كيف اطلع معادلة السيركل اللي مركزها 0.5 ونص قطرها نص؟ هاي نص القطر نص، هاي بصير لما تربع النص بصير ربع. وحسب معادلة السيركل اذا بتتذكروا، معادلة السيركل بشكل عام اللي هي ايش؟ x ناقص x0 الكل تربيع زائد y ناقص y0 الكل تربيع تساوي نص القطر اللي هو ايش؟ اللي هو نص القطر تربيع. فتعويض مباشر بيطلع عنا ايش؟ x ناقص الصفر اللي هي x تربيع، هي موجوده، و y ناقص y0 هيها جاهزة تربيع تساوي نص قطر تربيع. إذا أنا قدرت أطلع الأوشيليتنج سيركل بهي الصورة. هلا إذا هيك السؤال خلص، بس إذا بدك تطلع مثلا النورمال، إذا بتتذكروا حلو إنك تطلع النورمال، طلع كيف؟ هون النورمال راح يطلع لجوا بهذا الاتجاه، ليش؟ لأنه الكيرف هون ايش؟ جاي بهي الصورة، وبالتالي ولا يمكن يجي النورمال بهي الصورة، ولا يمكن النورمال. لو إن النورمال بهي الصورة كان الكيرف أجي لجاي هيك كان الكيرف، بس النورمال بيجي لجوا. واذا بدك تطلع النورمال، اذا بتتذكروا شو قانون النورمال عند الزيرو؟ اذا بدك تطلع قانون النورمال عند الزيرو هيو روح طلع المشتقه عند الصفر للتانجنت وقسم على اللينك عند الصفر.
هي هي التانجنت تبعي، عوض في صفر، لما تعوض الصفر هاي بيصفر وهاي بيصفر وهاي بتصفر، بضل عندك 2 جي. اذا تقدر تستنتج انه بهاي الصورة تقدر تستنتج انه النورمال بدي يساوي، كان عملها كالتالي، انه هاي في النهاية بتصفر، هاي بتصفر ايش؟ بتصفي 2 جي. وبدك تاخذ اللينك لإلها، اللينك لإلها قبل شوي طلعناها هيو، قديش طلع؟ طلع 2، فقسم 2 جي على 2 بطلع النورمال هيو جي. شو معنى النورمال جي؟ معناته بدك من عند الاوريجن تمشي وحده واحده باتجاه واي اكسس، هيو وحده واحده باتجاه، انت عند هون بتوصل عند عند الوحده الواحده، هون بتوقف، هذا هو الفيكتور، بطلع عند الاوريجن بوقف عند الواحد. اذا بدك تطلع التانجنت، هي التانجنت عند الصفر، هي التانجنت القانون تبعها قبل شوي طلعناها هيو. اذا بدك اياها عند الاوريجن فيش مشكله، عوض صفر بصفر لك هاي، لما تعوض صفر بصفر لك هاي كلها، لما تعوض صفر هون بروح بضل عندك واحد وبطلع الجواب اي. اذا التانجنت هو اي عند الصفر، معناتها بدك تمشي وحده واحده باتجاه الاكس اكسس، هي عند الاوريجن تمشي تانجنت وحده واحده باتجاه ايش؟ الاكس اكسس. واضح انه الكيرف تبعنا اس اللي هو جاي بين النورمال وبين التانجنت. وهيك يا جماعه بيكون السكشن از كومبليتلي دان.